ننتقل إلى تصريح هام جدا على لسان مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء طارق مرزوق. خلينا نشوف قدام حضراتكم ماذا قال. قال أنه في صحيفة المصري اليوم لا توجد إصابات كورونا في السجون تماما، يعني الأمور الحمد لله تمام، وكل ما يتم ادعاءه من منظمات حقوقية ليس له واقع أو حقيقة. سؤالي لحضرتك دكتور فرانسوا، ده تصريح لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بيسأل وبيقول بشكل واضح، وهنا بقى محتاجين نأكد، أنه في أبريل من عام 2021 قال أنه ما فيش كورونا في السجون، في حين تقرير الجبهة المصرية رصد 6 سجون ظهر فيها تفشي لهذا الفيروس. إذن لماذا تتعمد الدولة إخفاء الواقع والحقيقة على لسان مسؤوليها في وزارة الداخلية؟ السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام، وأستغل هذه المقابلة حتى يعني أتمنى لكل المسجونين والمظلومين في مصر وفي السجون المصرية الحرية قريبا في هذه السنة القادمة. أريد يعني أصبحنا يعني المشكلة أن السلطات المصرية أصبحت تضحك على أنفسها، يعني لا إنسان عاقل يستطيع أن يصدق ما يقوله وزير، ما قاله وزير الداخلية المصري. أنا طبيب، تعرفون أن كورونا مثلا الأوميكرون فيها تفشي المرض 98%، الدلتا كان فقط 27%، يعني تصوروا عندكم 100 إنسان ومات مر إنسان معه كورونا أوميكرون، 98% سيصابون بالكورونا بالأوميكرون. لهذا السبب الأوميكرون الكوفيد الكورونا دخل إلى الإليزي، نعم، دخل إلى رئاسة الوزراء الفرنسية، دخل إلى العالم بأجمع. غريب أنه لم يدخل إلى السجون المصرية. ولكن حتى ولو كانت فقط الدولة تعتمد الاختفاء، إخفاء هذا الواقع المخيف لكورونا في السجون المصرية على لسان هذا المسؤول، لكان الأمر سهلا جدا. لكن ليس فقط هناك حالات الكورونا وحالات التي خلفت، هي فقط الحالات التي خالفت فيها السلطات المصرية القانون والأعراف والمواثيق الدولية، بل الأمر أعظم من هذا بكثير. هناك آلاف المعتقلين إداريا ومثلهم المحاكمين بمحاكمات غير عادلة، نعم، والمخطئين قسريا والقتلى خارج نطاق القانون. نحن نتحدث عن مرحلة صعبة وتاريخية لم يتعرض لها أبدا المصريون قبلها، لما تعرضوا لها من انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوقهم الإنسانية الأولية، ألا وهو الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التطبيب. وهذه الحقوق مفقودة في السجون المصرية. إننا أمام جرائم ترفضها كل القوانين والمواثيق الدولية والأعراف والقيم الدينية والأخلاقية. نعم، طيب